صباح الخير صباح الخير صباح الخير. Good morning. شو هذا؟ ها؟ What's this? ها؟ Chicken tofu rice. ها؟ Chicken tofu rice. Chicken cooked rice. For now? Morning? Eat? No, for lunch. يا ربي شو هالمهرجان شو هالمهرجان شو هالمهرجان شو اليوم محلة مهلا وخمير محلة وخمير مجلة هذا الزيت ان شاء الله دخل تشيكن هذا داخل؟ هذا تشيكن هذا توفو تشيكن كوكو؟ توفو كوكو؟ توفو توفو؟ توفو هي هو ميك ذيس وان؟ لا 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 انديان فود شو هذا؟ هذا تاي تاي فود؟ يلا بصباح خير ها؟ كل يوم كذا افري دي؟ فور اوفيس رب الله تبلغ لحد خبرني يا ربي يا ربي المخاسير ما كثرها مثل ما قلنا لكم الخمير لازم من يعينونه ويخمر وتزهب ما ينسون يدحون الدحاي في المحلاي هي لبيس يغدير القرص ميطني وميطك يلينون العينه العينه شوفوا غدي لينه وعقب ابوي يرقونها ويخلونها ترتاح يخلونها نص ساعة ربع ساعة 20 دقيقة لين تسير وترتاح من عقب يبتدون يخبزون لجل يتنفخ القرص ويغدي ترف ساعات لو يتنفخ ما يغدي ترف والسبب شو مال هوي هوي مال سرعة سرعة ما سرعة سرعة ما شي فايدة هذا حفيظ يخدم لكم طالة أعماركم المحلة العادي ما بمحلة زايد لا المحلة العادي اليومي اللي يسوى في كل بيت هذا من الموروث المحلة كل طالع شمس في كل بيت في شنتي العاصمة الحبيبة في كل بيوت بربي ما شيء بيت ما يخدمون محلة مستحيل 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 هذا من الموروث شرات سلام عليكم بعد شرات سلام عليكم اي والله سمحوا حب هذاك قال عليكم السلام تاكل 40 قرص ما دريت به لو بتاكل 40 ها يا ربي ما تروح تشل يا ربي تفتت وكبر لازم القرص هذي حمر ما يغدي يلود ابيض مبحلق قحي ما ينكل شوف ايش قال حمر هاكي وخلونا ابيض غدا ما يتشاهد وسب شو انه سقمريج عيد لازم القرص يغدي حمر هذا القرص من الاولي يخلوني يبطي فوق لا اقل عن نص دقيقه اقل عن نص دقيقه بعد انا اكود السمسم احب السمسم والعينه فيها كيلو ونص تمر صح كيلو ونص كيلو ونص نحط فيه تمر ما نحط فرتين ثلاث تمر لذلك غادي طعم القرص حلو حلو من كثر التمر اللي فيه غادي ترف اولا وغادي فيه حلاوه والسمسم لازم مهنهن لازم مهنهن وعسب زفره البيض يقطرون ثلاث قطرات لومي ويا البيضه يوم يحطونها شرخوها وحطوا فيها ثلاث بيض ثلاث قطرات لومي عسب تخوز سهجة البيض وقت اللي يعينون الخمير نظهر لكم الطريقة راويكم يحطون عليه مثيبة المثيبة اللي هي حبة الحلوة هذه القرص حنونه حمر مفرفخ يجلبونه ويحطون القرص الثاني حين هالأثناء يكون حمر بطن القرص بطنه يحمر في هالأثناء يكون أنت حطيته القرص الثاني حسب الوقت
الحفير. نعم. تعال هذا ترى. شوف حمر القرص. افتح القرص. لا لا شيء كامل. بابا كذا؟ ايه. يلا. ما في عين ولا في فلافي صار ريحة المثيبة تشل وتحط. سلام لا في مخمر لا في شيء ريحة حرق العيد. يلا يلا كل عاد الحين. هي الحين تاكل ما شيء ما شيء ان شاء الله قدامي. ايوه يلا عليك بالعافية. ما يغدي القرص ميطني وميطك. لا ترف من تسحبها سيد انقطع. يا ثانك يو. كذا وفي الخدمة ما شاء الله. حار مرة يدخل حارته وما برد حارته وما برد. ما زين الخدمة يرتيك حار هاي الساعة على الضوء. يا سلام يا سلام يا سلام. الله أكبر يا سلام. أوه هذا يقول القرص اللي بالعافية. ثانك يو. صباح الخير صباح الخير صباح الخير. شامبيه تعالي شامبيه يو شامبيه شامبيه وصبخ لك يو شامبيه البقاطو شامبيه. شو اقولكم انتم الله ميمعنهم كلهم عندي هاي النمونه ما ادري وين الله يجيبهم يصابيهم علي. هذه ربيتهم قاصره والله يا صاحب ما دار عندي كلم. المشكله انه عايبيني عايبيني ولا اثنين بعد منهم صليان واحد منهم ما يسمع البحر وريتين انسى انه اصلي الدري والرشيد لكنهم زينين. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بصباح الله. Good morning بابا. Good morning. يا حبيبي واتس انسايد؟ بقدونس ليمون جينجر سينامون تورميريك مورينجا اند وايت بيبر. وان مور تايم. بقدونس ليمون جينجر سينامون تورميريك مورينجا اند وايت بيبر. ويتصفى زي ما زين ويقول لي اياه الايمك طالع شمس رافع للمناعه ورقم واحد وطبيعي ما في شيء لا من لا من دكان وكله من من داخل البيت. ثانك يو مدام. مدام قول نوتيت دراني. اهم مكون مكونات الجرفه الجرفه خاشوقه من الكبار. ها شو تسوي تسوي؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فور هو يودي حق بنات شلنا شغل فور ساره منو حق منو هذا حق اللي مالنتك. اشكر فنك ثانك يو ما شاء الله عليك يا شامبي ما شاء الله بارك الله. الله 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 فنان شامبي فنان. الله الله حتى شامبي غدا هذا مال هذا وين اي وحده هذا ما في هني هني واحد هناك سيده هني اكل هذا ها صغيره ايه 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 ما شاء الله كله مال هذا ما شاء الله منتين وحده الابيض ايه هذا كبير كبير ايه كله مال هذا قرب الله تها الساحل المسخوطه هاي اعزل عليهم حقينا خلي وحده ها وين هاي خلها روح ها ما يسوي مكس هذا ايه لا واحد ولا ثلاث خلينا ثلاث ثلاث حبات ثلاثه ما في زين يلا طلاق ترى طلاق بعد حتى انتم عندكم هالسؤال بس هنتين هنتين هي اربع اربع زلهم عليهم بروحهم هاي ما يسوي مكسا. ثانك يو. اريد واحد من الاحمر بعد تركي اريد واحد حبه احمر ولا لا ما اريد احمر بس يسدني هذا ما شاء الله. انا ساير فوق 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 وصلت شبد السماء ما شيء ليه يصير فوق 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 بلاي معنى يدقون على راسه لابد يحصل الدق على الراس يليج فرض الله ويعرف عمره ويقول يعرف ان الله حق فينقص يوم تشوفون الشيرة صارت فوق استخفت قالوا هاي مينونة تازم ضعيفة وعلى الفاضي
ضعيفة على الفاضي يصير فوق شرات العنسلانة. قصوها طالت عماركم وعقب أبوي تفرع من هنيها تفرع وطاد ظهر تيجان وتغدي بخير وسهال ويمتن ويقوى الساق يمتن ويقوى الساق. لذلك هاي طريقة انك انت تفتك من هذا الطول يتغدي كل اغلب كل طويل هبي الشيرات ينن بعد يوميها الطول هي تتخبل يبخ الله يعني على هواها سارت فوق 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 تمت ابوي بلي فائدة لكن الحين مقصيناها ظهرت الورق الجديد ما شاء الله عليها غدت فنانة فنانة بتنتج بتثمر بتغدي بخير وسهالة تنتج على أساس متين ما تنتج وهي سايرة فوق كأنها أريل شو الفائدة تثمر بوحدة وهتين يفدعن عودها لا لازم التركيز على الساس ساس هو لازم يكون متين ومن ثم تصير فوق إن شاء الله توصل شبد السماء لكن لازم ساس متين برج خليفة كانوا بأمكانهم يبنونه ويودون لين آخر الدنيا لكن عشبي قاوي كل شيء يسوي في الدنيا الرياح والهزات والتغيرات المناخية فلذلك تم تأسيس قوة حتى قوة قوية من الكنكريت والإسمنت والإزرائيل والمواد المقاومة والساس المتين فسار فوق ما يعول دب الحياة إنشاء الساس دبل عن وقت إنشاء القالب الفوقي وقت إنشاء الساس ساس البناء وساس البرج يأخذ وقت أكثر من إنجاز الهرم هذا اللي فوق لأن المول على الشو المول على التأسيس فلذلك الأشجار والأوادم كله لازم النقش في الحجري كالعلم في الصغري كالنقش في الحجري ما يصير الإنسان يتخبل هوي 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 قدي قيح قيح والقلخ اللي ما شيء محتوى بس اللي يتخبل بالدنيا شاف كل شيء سهل وشاف كل شيء هين وكل شيء موجود وكل شيء متاح وهيلة بيت ينان لا لازم لازم يمشي ويعد خطاه يمشي ويعد خطاه ولازم يتعلم فهمي ولا أنا فهمي ويا النبات هذا المول على هذا ولا الباجي كل مجدم لكن هذا اللي تأخر شوي هذا اللي هو أهم شيء هذا شيء يظهر تظهر الحرورة هاي اللي حينيتها اليومين خلاص تظهر أبوي طلع الهنبة فراخ اللومي هذا كله حين هذا آخر موسم له إذا اللي ما طلع اللي ما يطلع لين بعد أسبوعين ثلاثة خلاص ما بيطلع ما بيزهر أي همبة ما بتزهر ليش وعين ثلاثة معناته ما بتزهر فلذلك أنا هاي الخبر أخبركم عنه شوفوها ما شاء الله مظهر تيجان داد ومظهر فراخ فرخ مظهر زهر شو السبب لأنه محصل التغذية جيدة وتسميد زين الحمد لله تفاصيل حشرات الدنيا يا ربي سبحانك يا رب كل شيء ولا شيء شو هذا موسمها عاد الصفاصيف الحين سبحانك يا رب معظم شأنك لا إله إلا الله كل شيء ولا موسم كل شيء لموسم هذي إيش قب غيلات طيحات الهم بوادي مال ما ورا والي هي مفتاح لهم كل شيء لكن ملحف عنهن التين أبوي التين ملحف عنهن التين ملحف عنهن ما خلني شيء تعلمت علومها لا خليت شرايط لا خليت سيديات آخر شيء أبوي هذا يقولكم برتقال بوسرة ما يستوي في الإمارات يستوي ويتكود كواويد ما شيء كثرة هاي برتقال بوسرة هاي طالت عماركم لها حين أكثر من 13 و 15 سنة كل برتقالة كبر الكف بوديتين شكر ريج برتقال بسرة ضروري المصري ضروري المصري ها كباري غدي كل وحدة أكبر عن شاف بوديتين وحلو شكر ما بشكر دبس شكر يقطر لا ما بشكر يقطر شيء حلوة حلو حلو يعني مش متوسط حلو في قرصة حموضة شيء بسيط لا يذكر لكن الحموضة الحلوة يعني نسبة الحلاوة أكثر يعني نسبة الحموضة 1% تقريبا أو 3% والباقي كله حلاوة يعني بعد شكر ريج ما يستوي لكن ما بحلو الشكر يقطر شكر شكر حلوة يعني فأنصح كل حد أبوي يروم يزرع برتقال بصرة المصري بدها لا تنسون الوصاة عن تكودون المياهة
بعد دام الازهار موجود ودام الدنيا بعدها ما لبج الضيان لا تودون مياه تشوفون الشيء زهر وفرخ بتيلسون جب مياه هذا كل 10 أيام ودي واحدة كل 10 أيام مرة من دام الأرض خرسانة ما حد يسقي دام الأرض ها فيها رطوبة ها خرسانة الأرض ها من تغدي الأرض هالنمونة تدردر يعني ها هالنمونة تغدي ما علي تسقي لكن الأرض خرسانة وعك طبعانة وهوس على تريتشة ما يسوي تعطيش ما يجتل يجتل التغريج شرب انت ماء حين بالدي بتموت ودر شرب الماء اسبوع ما بتموت بتموت بعد 2-3 أسابيع فهمي ولا انا فهمي سبب رئيسي لتساقط الازهار وعدم عقد الثمار كثرة الماء سبب رئيسي لتساقط الازهار وعدم عقد الثمار الماء الماي الماي تعطي كل يوم ما شي فايدة في الأسبوع 2-3 أسابيع على حسب التربة اللي أنت فيها ويوم بتعطي انتظام ري إذا كنت تسجي الصبح خلاص خل وقت الري الصبح لا تعطي يوم الصبح يوم الظهر يوم في الليل هذا بعد من الأسباب الرئيسية لعدم عقد عقد الثمار وعدم تساقط الأزهار الحاضر منكم يعلم الغايب خلاص رح سقينا البارحة الحين 3 أيام ما شيء ماء بعد 3 أيام بنبتدي نسجي ترى هاي الطرادة بتخليني أرمس هالطرادة هي هليكوبتر تطير كل يوم يودر كل مكان هناك سلم عليكم سليمان القصار كلكم قال لا تخلي لا كبير ولا صغير ما تسلم عليه في حسابك قلنا لهم إن شاء الله فلذلك بلغ السلام اني ابلغكم من سليمان القصار الفنان الخليجي الكويتي اللي كل يحبه اللي ادخل السرور والسعاده للعديد من العوائل بحياء حفلات اعراسهم وحفلاتهم الخاصه ويعني ما قصر في اول زمان لين اليوم وبيني وبينه معرفه من الثمانينات سبحان الله ومعرفه وين كانت في لندن كانت وما زالت لين اليوم ولين بكره متواصلين فانطرش اللي صورة نزلت لكم إياها انطرش مقطع من أوبريت توي جديد نازل أغنية جميلة ذكرتني بمعهد بنات معهد الفنون اللي في الكويت معهد الموسيقى ظني أو معهد الفنون اللي في الكويت من سنين كل الأمراء والملوك والمشايخ حضرت الحفل ليستوها كل وقت وأحب أحط لكم مقطع منه فذكرني فيه بني على حسب الاصول دقي القاع يا تاج البنات انت العبال اصيل من الحيوط والطعم الراسي يا حلوى الصناع راية العز يا الضب يا الجفون فخرنا وذهبنا بكل الجهات شو يا استاذ سرط صباح الخير 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 اخ عليك يا صلاح شوي شوي وانت جود مورنينج صلاتي انا اللي بتريق ان شاء الله اليوم هاي المتفتكات هذي بتطرطر من اطرافه ولا يعيبني انا هذا هل يعيبني حطوا لي 4 لازم اتنقى لي وحده 5 هذا مال البارحة كمات باردات هاي بحطي أنا وحدة بعد تركية 5 هذا حقي أنا اليوم والباجات هناك لمن يرغب من القبائل تبغى نسير الحين ما بابا سير ويا السوق أسد أنا وأنت أسد أسد وراء في سنة واحد سيارتين إنزين بنسير مارينا مول أنت قالت بتأخذ سامان لا زينات هصوف حينه خلاص الحين اليوم تلا ياهن اليوم مباشر سراويل بناخذ لك سراويل وفن فواني ان شاء الله حبيبي كله بناخذ حاضرين ما يهمك شو بتظهر هذا دقيقه اسمع خلي ما وين الشارجه هي بخديه ما بالشارجه بتصيرون بنياس تاخذون سيراميك لا بدي كذب عليهن مش ممنوع تاخذ مخدرات سيراميك حبيبي حرام
مب اجوه دبي اذا منو منو يكون انت ما حد انا اقول انا اريد اروح دبي سوا ماما ممنوع اه ماما اي منو ماما هديه لا ما ممنوع ليه مو قالك ممنوع لا خليها معنا بتصير وياك انت لا ما ممنوع سيروا بيتي بيتي يجلسوا هناك هناك الخدامة وهناك الزراعة هناك ال 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 اسمه هذاك اللاندسكيب وهناك الحوض السباح وهناك كل شيء. بس الحين هي تفرجوا. كنت على النظر قاعدة. سيروا تطمشوا فرج تفرج هناك وين حوض السباحة موقع جميل سير تطمش طالع يسبحون يهال صغارية كبار كلهم يسبحون وفرجوا وطيور وعصافير. وشي كوفي هناك ترى وديتك انا كوفي ما وديت كوفي من كم من يوم هناك وين بيتي هناك اكو حوض السباحه ويجلس هناك تقهوى وتعالوا يجلسوا يوم يومين وتعالوا شو المشكله انت ليش زعلان؟ منو قال لك ممنوع؟ لا ما زيب ما بممنوع ما بزيب اذا ما رجع بترجع؟ ايه وسلام ما يريد يروح ما هي مكان ما تريد روح ارجع لا اله الا الله تعب عليك خلاص سلام اقول بس ما يريد شنو كله ما كان عليك شو تبنت ولا يستوي هذا عاد اللي يقولون متفضخ من اطرافه انا هذا اللي عيبني الحين صمصمت على ثلاث والعود اللي قبل شوي راويتكم اياها التركيب على الفنانه كان لذيذ بطريقه ما تتخيلونها وغير نمون ما برتين هذا العادي لا هذا فيري سبيشل لا تقول لي تين زيد ولا تين عبيد فوق عن الزيد صرحت به ايه بعد هي قل بسم الله انجلا انجلا ها شو سكر فيه ولا ما فيه ما شيء سكر ما يرفع السكر لا يعني التين ما يرفع السكر تعال افتح ثب كامل كامل يلا مرة واحدة أيوة very sweet ولا normal سمع عاطنك تين ها أسنان واحد ترى أول أحسن كلا يا أخوه عسل. افضل انواع الطرافيث هي الطرافيث اللي تطلع فوق العرقوب واسوأ نوع هو النوع اللي يظهر في الاصبخة لان الاصبخة تكون ملوحتها مرتفعة وهذا يؤثر على طعم الطرثوث وبعد في شيء ثاني الطرثوث كل ما كان تو ظاهر من الأرض يعني فريش كان طعمه أو مرورته أقل وكل ما جدم يعني صار الأسبوع من ظاهر من الأرض تكون المرورة فيه زايدة وهذا الطرثوث تو طالع من الأرض شايفين لونه لونه وردي لكن الطرثوث اللي ظاهر من أسبوع وفوق يكون لونه مائل إلى اللون البني والجزء اللي ينتكل من الطرثوث هو الجزء اللي أسفل القمة لأسفل الرأس هذا الجزء هو اللي ينتكل من الطرثوث لكن الجزء رأس الطرثوث هذا يستخدم للطب الشعبي والأدوية وشوفوا ما شاء الله حجم هذا الطرثوث شوفوا ما شاء الله بس هذه معلومة حبيت أوصلها هذه طالت عماركم إصابة الإصابة هاي تصيب الحمضيات أكثر شيء هذا هاي الآفة اسمها آفة المن الأسود في بعد غيرها آفة المن الأبيض لكن هذه اسمها ما آفة المن الأسود ويوجد شراتها أبيض ما يبين لكن اللي تبين هي الأسود والأكثر ميولا وانتشارا هو النوع هذا ويضرب أكثر شيء الحمضيات دواء طالت عماركم مبيد حشري جهازي
تكون نسبة الفعالة فيه شيء عنصر معين اسمه أكوامانتين. الأكوامانتين هذا يكون موجود في المبيد الحشري الجهازي، ضروري يكون من ضمن مكوناته أكوامانتين. هذا موجود في جميع الأماكن اللي تبيع زراعية، مواد زراعية، يرش اليوم مثلا وعقب 10 أيام مرة ثانية بس، وهذا دواء. المهم بعد طول غياب عدتلكم من هالمكان المميز، بس عرفتوا أنا وين. أنا في وقف حياة عبد الجليل الفهيم وأولاده وبناته وحريمه كلهم، يعني المهم وقف عبد الجليل. وهاي الصورة الجميلة اللي يحسد هذا الشخص اللي هو عيسى بن عبد الجليل، يحسد ويحسد، وأنا أكبر واحد حاسدنه بعد، اللي ما عنده خبر يزيده أزيده خبر، اللي يشكك أني حاسدنه أنه ما غطيناه مسلم على أبو خليفة رحمة الله عليه. هذه أكبر هدية الله أعطاه إياها في الدنيا العودة، يستاهل أبو محمد عيسى بن عبد الجليل المثول أمام حياة المرحوم الشيخ زايد بن سلطان النهيان رحمة الله عليه. المهم أنا جالس بهالمكان المميز، مكتب جميل كل صور جميلة في منتهى الروعة. المهم أنا سعيد للغاية. نوادر الصور لحياة زايد وحياة مكتوم تلقطهم في هالمكتب، نوادر الصور. حياة مكتوم له صور كثيرة، وحياة عبد الجليل حياة زايد توجد له صور كثيرة في هالمكتب الجميل من النوادر. صور جميلة مش موجودة إلا هنا في هالمكان. كان سوري يعني طلع التصوير مبعد، لكن شو أسوي؟ من قلت لا حيل الصور يطلعوا هناك، يظهر أنا بعد هناك ياكو ظاهر وراهم. سبحانك يا رب. هذا هو أبو محمد وين بتفيزر. يا سلام يا سلام، يا اللون الأزرق. هي والله هاي الصور الجميلة بعد، وايدات آلاف الصور ما يخليني أرى أصور كل شيء. حدد لي كم في خاطري يجلس على هالكرسي وحد يصورني. بحط لكم صورة أمس منتشرة في دبي، صورة لحياة زايد يوم يزور عيال حياة عبد الجليل في البيت. فصورة يتني البارحة منتشرة هي في كل المواقع التواصل الاجتماعي، شيء طبيعي. شاورت ريلها قال لي برايك أبو محمد بتنزلها، نزلها لأنه منتشرة في العالم كله، ما أدري شو المناسبة، لكن طايح موجود في تويتر، موجود في كل مكان. فحين بنزل لكم صورة أم محمد فاطمة بنت عبد الجليل حرم ياسر بن محمد بن خدية، يوم هي ياسر عدال زايد يوم يزورهم في البيت. كابتن بليز. السلام عليكم. السلام عليكم. هل أنا اليوم تأخرت ولا لا؟ الصدق تأخرت محمد وهدو 30 دقيقة. شو أسوي كابتن؟ رقدت ولين نشيت وصليت المغرب، من بكرة مواعيدنا كل 7:30 رايح. بليز. نعم. نص ساعة. إيه. ما في موبايل؟ ما في تليفون، ما في تصوير. متأخر أبو محمد تتكلم. معلي أنا آسف. يلا. كابتن تعال تعال كابتن بليز. كابتن تعال. أيوة. في ذمتك. حياتك شفت حد أغلب على الرأس هذا؟ بين كل شعرة وشعرة 100 شعرة. نقول ما شاء الله. ما شاء الله لك يا أبوك على هالغلط. أنا بحياتي ما شفت شعر هالغلط. تعال كابتن. 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 تعال يا كابتن. خلنا لك مع عندك شرف أهلك ورسل. شوف فنان، ما فنان غليظ ايه عن ابو هالغلط. ما شاء الله ما شاء الله، وايد عاد كابتن زياده على اللزوم. يعني تحس اني يعني مش طبيعي يعني. شو بدك مره اليوم؟ اليوم ان شاء الله عندك ارمز مع الكور مع بطل. ليش ما تكلم عربي؟ انت من اريتريا؟ لا من المغرب. هو اريتريا. زين قول تعال اليوم. يوم عندك الاي دي الاي الاكتاف اكتاف مع 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 البايسل ترايسبس بطل. نقدر اليوم خلص يعني نص ساعة. لا تسع تمارين. إن شاء الله نبقى خلص. اليوم ترى كل تمارينا بدون تصوير. شو السبب؟ لأن منها الماي اليوم. منها الماي. إن شاء الله. لكن ما شاء الله اليوم كابتن اليوم الجمعة عمران. صح كابتن؟ في ناس اليوم. إيه في ناس. حتى اليوم الحين أقل. قبل كان أكثر. والله. ما شاء الله.
كل حد مجتهد في التصوير فيه. روح روح راح راح. أقول لكم ما شيء ما شيء ولا شيء فراغ بين كل شعرة وشعرة 150 شعرة. أشوف مخرب راسي. لا. بخير يا أبو محمد. حيث أبو محمد. وهذا الربع. موجود الربع. مشى علي الاسم والسباو. حد يذكرني باسمي كله ربع ربع والسباو راي. زين حلو الاسم. حلو. ها؟ ربع تولي وذو هالقنبرة الخالدي شوفها يلاقيك في الليل بينزكك. يا لدوي من وين طلعت لي؟ تحياتنا لك من إسحار يا أبو محمد. إسحار الحبيبي. يا مرحبا يوصلك السلام لين أبو ظبي. ومن النوع مو؟ النوع الكوي. عبوش اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن اليوم تحرى حد راي غنهم من بيوتهم اللوادم تحراها مريوغين هذا الطرف هذا شوف الطرف هذا شوف العالم ياو اليوم بوي مريوغين من بيوتهم العرب ها كل هالمطاعم فل والكافيهات كلها فل ياو يا العالم اول مره بحياتي اشوف زحمه لهالدرجه شوف شوف الافواج كان شوفوا هناك طلع عليكم هذا سبيس ما خطفت الا ولا كرسي فاضي ساعات يوصلون ليه الساعه 11 لين يسكرون لين تخلص الادارات اللي عندهم والشباب مازرين الرقعة ما شاء الله هذا الأوتدور الاندور بعد فلين عينه ما شاء الله تبارك الرحمن عيني عليهم باردة ودرت اليوم المشي في الدنيا هذه كلها تليت الدنيا كلها اللي لفت انتباهي ترتيب هالكنكري ترتيب هالكنكري شوف الله عليكم منو ياب منو صفف هالكنكري منو عدله فكرة منو شو ياب أقولكم ما شيء حصاه أكبر عن الثاني كلهن صلابيخ صلابيخ لكن نفس الحجم تحرى معقوقات في مكينة وفارم الحصى الكبار سوت لنا نفس المقاس ها نفس الشيء شوف الحجم شوف المساحة شيء اسود وشيء بيج ها مسوينها بمنظر جميل ياخذ العقل اوه ليتني اعرف هذا اللي خطط هالدنيا بعطيه جايزة بعطيه جايزة وشوف نصيفه شو مسوي يميع الورد شيء حمر وشيء ابيض لو ما بورد هذاك ها شيء حصى اسود بعد ها هذا الحصى مبول الحصى هذا مصبوغ ولا هو هالنمونه لكن اتوقع انه هو هالنمونه ولا مصبوغ والله العلم عند الله ها شوف الشكل تخطيط جميل جميل للغايه وفي النصيف مسوي شرات الورد يا رب انه خرب علي عجب نحن خطف هذا شارع الخليج العربي والله العظيم ما نعرف شو هذا اللي تحت ما بواضح التعب هذا تعب هذا المخطط الجميل هذا هالمتعوب عليه صافين هالكنكري وحده وحده معدل ومزين التحرى مسوين تاج مسوين في النص شرات البنكة بنكة ورد حمر وورد أبيض أوه شكل شفتوا الملتفت ملتفت ببنكة حيل ببنكة يسمونه أبدأ في النص شرات حيل ببنكة لا جميل شكله لكن سبحان الله يعني ما حد يدري بالموقع هذا اللي خطف الشارع هذاك ما يدري واللي خطف سافلي بعد ما يدري خطف سافل ولا عالي ما يبين المنظر الجميل هل متعوب عليه هذا مكلف الدنيا دي لكن ما حد يدري به مدسوس مدسوس سبحانك يا رب داسين عن العين بيكون والله يا جماعة الخير ما حد يعرف قدر هالتعب وهالتخطيط وهال اشوف البنك اللي خبرتكم عنها هناك ها زين هذا شيء ثاني بعد هني ها مشاهد الكويريوم مشاهد هذا هالكتيبه ها بعد هذا شيء ثاني اخر شيء حمر شيء ابيض شيء رصاصي وشيء هذا بربل لون بنفسجي وشيء حصلون بني ومنك ها شوف الالوان شوف الدنيا هاي اشياء متعوب عليها ما حد فرحان بهالاشياء ومستمتع الا منو الا اللي يمشون عريولهم الا اللي يمشون عريون ولا اللي يخطفون بالسيايير والله ولا دروبه ولا شافوه يا البربل اسميك بطران دجر 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 ما شاء الله عليك وين ما تحل تغدي مبروك الارض روحها تتبشبش لك الارض روحها تتبشبش من لون البنفسج سبحان الله غير زد عن كل الالوان ما كذبني سمى الملكي يا سلام